والسبلة نبت بثرى وعمان
الغالي قدوتنا. خمسة أعوام ذهبية نحمل رايات الحرية. خمسة أعوام ذهبية نحمل رايات الحرية. سبلتنا فتحت أبوابا للحب لكل البشرية. بدي أقول إنه حابة أتشكر الأستاذ موسى الفرعي والأستاذ طارق سهلاني على مشاركتي اليوم بحفل مرور 5 سنوات على تأسيس سبلة عمان. شكرا لكم، أتمنى لهم التوفيق. شكرا. بسم الله.